رسالة لكل الناس اللي لما بيجي رايح انام بيقولوا لي خدي بالك من نفسك، ما تقلقوش يا جماعة عليا، انا تمام، انا مأمنة الدنيا جدا وانا رايح انام، انا مأمنة السرير جدا بعد الكوميدينو عني لاني بخاف الكوميدينو يصحى بالليل يتقلب على دماغي واموت، مأمنة السراير ومأمنة الدواليب بحيث ان كله تمام، بحيث ان انا وانا نايمة بقى واخدة بالي من نفسي جدا والدنيا امان وانا نايمة، برضو انا مأمنة الشبابيك كلها، انا برضو مأمنة الماسورة بتاعت الستارة بدل ما تقع عليا واموت وانا نايمة، فبقى ما خدتش بالي من نفسي، مأمنة السرير كويس جدا وهحاول اربطه مع السيراميك في الارض باي حاجه تثبته في الارض بحيث ما يمشيش بيا بالليل وانا نايمه، لان ما تعرفوش اضرار السرير ممكن يتحرك بيكي وانت نايمه بالليل، فتبقي ما خدتيش بالك من نفسك وانت رايحه تنامي، لا خدوا بالكم من نفسكم وانتوا رايحين تناموا عشان الموضوع ده خطر جدا عليكم وعلى صحتكم. مأمنه نفسي جدا، ما تخافوش عليا يا جماعه اللي بتقولوا لي خدي بالك من نفسك وانا رايحه انام، انا مأمنه الدنيا جدا والله صدقوني، بوصي ماما واخواتي ان هم يأمنوا الدنيا، واحد يقف على باب اوضتي، واحد يقف تحت العماره تحت ياخد باله مني بحيث لو حصل لي حاجه بالليل وانا نايمه ابقى لا مأمنة نفسي، هبقى لابسه درع واقي وانا نايمه عشان ابقى خدت بالي من نفسي، هحاول امن خوذة يعني ادور على خوذة مع اي واحد عنده موتوسيكل والبسها وانا نايمه بحيث ابقى خدت بالي من دماغي، بحيث ممكن حد يجي يعني ممكن مثلا سقف الاوضه يقع عليا فموت وابقى ما خدتش بالي من نفسي، ما تقلقوش عليا انا في امان يا جماعه صدقوني، انا نايمه كويسه وسليمه وهاخد بالي من نفسي. يا جماعه خدوا بالكم من الموضوع ده مهم جدا، انتوا لازم وانتوا رايحين تناموا لما حد يقول لكم خدوا بالكم من نفسكم وانتوا رايحين تناموا تبقوا واخدين بالكم جدا، ربما الاوضه تغرق بالليل وانتوا تموتوا غرقانين، فلازم تاخدوا بالكم من نفسكم جدا وانتوا رايحين تناموا، ده شيء مهم جدا، اي حد يقول لك خد بالك من نفسك وانت رايح تنام لازم تسمع كلامه، ده شخص بيحبك جدا وخايف عليك وعلى سلامتك طبعا، النوم ده شيء خطر جدا، انت وانت نايم بتبقى معرض لاخطار كتيره انت مش فاهمها، اللي بيقول لك كده هو اللي بيبقى فاهم انك انت لازم تاخد بالك من نفسك لما تبقى نايم. هحاول جاهده قدر المستطاع اامن سقف الاوضه لان ممكن اي طياره تيجي فتوقع سقف الاوضه عليا فاموت، انا مأمنه ده كويس جدا وانا واخده بالي من نفسي يا جماعه، انا عارفه ان انتوا بتحبوني فعشان كده بتقولوا لي كده، هحاول جاهده قدر المستطاع قدر المستطاع قدر المستطاع امن مولل السرير بدل ما المولل تقع في الارض وانا اقع في الارض واموت ويحصل لي حاجه، لا لا انا تمام، انا هامن نفسي كويس جدا. شكرا لكل واحد كلمني وقال لي وانا قلت له رايح انام فقال لي خدي بالك من نفسك، انا واخده بالي من نفسي كويس جدا، مجهزه كل حاجه حواليا بحيث لو حلمت ان انا بجري في الحلم او اي حاجه واتكعبلت في الحلم ما اموتش، فما تقلقش عليا انا تمام وزي الفل، هحاول ما احلمش احلام عنيفه او قتاليه، لا ما تخافش عليا انا تمام جدا ومكاني امن جدا، وما بمشيش وانا نايمه صدقني، فمش هطلع فوق سطوح بيتنا ارمي نفسي في النيل اللي هو في المانيال وانا في بيتي في الهرم، ما تخاف ما تقلقش عليا. انا بشكرك جدا من كل قلبي لما تقولي خلي بالك من نفسك وانا رايحه انام، مفيش حاجه اسمها خلي بالك من نفسك وانا رايحه انام، لان انا هبقى في امان، انا نايمه في سريرنا في بيتنا في شقتنا وابويا وامي نايمين في الاوضه اللي جنبي واخواتي في الاوضه اللي قصادي، مش هموت وانا نايمه، ما تقوليش خدي بالك من نفسك وانا رايحه انام، انا اكيد واخده بالي من نفسي حبيبي وانا رايحه انام ومش رايحه انام، هيحصل لي ايه وانا نايمه؟ هحلم مثلا ان قطه وكلب جريوا عليا عضوني قتلوني؟ ما تعصبنيش، ما تقوليش كده رايحه انام تصبحي على خير، خلاص لازمتها ايه بقى؟ استغفر الله العظيم، لازمتها ايه؟ ملهاش لازمه، رايحه انام في حاجه اسمها تصبحي على خير، لكن خدي بالك من نفسك وانت نايمه، معلش فرش السنان مش هتطلع من درج التسريحه تقتلني ولا علب المكياج وفرش المكياج هيطلعوا يغزوني في قلبي بالليل وانا نايمه، يخرب بيتك